السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. الحلقة السابقة أخذنا بعض الكلمات وقلنا نحط عليها حرف زائد الكثير، الحمد لله رب العالمين، يعني يمكن أغلبية أكثر من 90 أو 95% كتبوا كتابة صحيحة 100%، والقليل جدا عندهم اخطاء، مش كتبوا كل حاجه خطا، لا عندهم اخطاء، ودائما الخطا يجيء او جاء في الحرف الاخير من الكلمه، الحرف الاخير من الكلمه. احنا هنكتب يعني مثلا كلمه ايه، عمل او فعمل، ركز معايا الله يخليك. ألف فاء حرف زائد. فاعل. ركز. فاعمل. فاعمل. أربع أحرف. أربع أحرف واخدين أربع أصوات. يبقى إحنا بنتكلم في الكلمة دي بنقول عليها إيه بقى؟ حروف متحركة. إيه الحرف المتحرك؟ هو الحرف اللي عليه فتح او كسره او ضمه، بشرط ان الحرف اللي بعده ما يبقاش عليه سكون. الفاء عليها فتح، الحرف اللي بعده عليه سكون، لا يبقى الفاء تقرا لوحدها. العين عليها فتح، الحرف اللي بعده عليه سكون، لا يبقى العين تقرأ لوحدها. الميم تحتها كسرة، الحرف اللي بعده عليه سكون، لا يبقى الميم تقرأ لوحدها، يبقى دي اسمها حروف متحركة. فعامل. بنيجي عند اللام، البعض للأسف الشديد عامل لي لام كده. طب دي ايه بقى؟ دي لام؟ ايوه دي لام. صح دي لام، اهي لو مسحت كده بقت لام، صح. بس لام ايه بقى؟ دي لام ايه بقى؟ تأتي في بداية الكلمة وفي وسط الكلمة. أصلاً أنا نسيت يا أستاذ، نسيت إيه يا أستاذ الفاضل؟ إذا كان أنت اللام دي مادة إيدها كده، كلمة مادة إيدها يعني عايزة تمسك في حرف. بس هي آخر حرف. ما بتعملش بقى اللام بتاعتنا العادية ليه؟ إيه نسيت اللام دي؟ أهي نسيتها؟ ما تتنسيش أظن. وطبعاً بالحجم ده كمان ما يتنسيش. صح؟ يبقى اللام كده ما تنفعش. كمان كلمة زي كلمة إيه تقريباً؟ وجالس أو فجالس. أدي الله. حسام مش داخل معاك؟ دي كلها حروف متحركة؟ مين حسام ده؟ لا ما دخلش. انا هعمل له مشي، ما اشغلش دماغي. فجلس او وجلس و ج لي س، البعض عمال السين كده. ايه ده بقى؟ اجيب حرف ايه تاني؟ فين الحرف اللي انا هشبكه هنا تاني؟ مفيش. هي السين بالشكل ده؟ ما احنا لازم يا جماعه التزموا لو سمحتم بالحصص، حصه حصه، عشان اللي بيعدي ما بيرجعش تاني الا في المراجعه بقى في الشهر الرابع ان ارض الله سبحانه وتعالى العيش. ها؟ يبقى السين مش كده. امال السين ازاي؟ السين اهي. مش دي جايه في الاخر؟ مش احنا خدنا الف باء تاء ساء الاول كله زي ما هي كده؟ جميع الحروف اللي انكتبت في الاول ال 28 حرف هم دول اللي بيجوا في الاخر. السين اللي بالشكل ده بتيجي في الاخر،
الشين اللي بالشكل ده بتيجي في الاخر، الجيم اللي بالشكل ده بتيجي في الاخر، والحاء والخاء. يا جماعة لو سمحتم، لو سمحتم، لو سمحتم، ركزوا في الدورة، الله يخليكم، ركزوا في الدورة. إنما اللي أنا شفته هو مش كتير، بس فيهم يجي اتنين تلاتة، وطبعا دي زعلتني جدا. ليه؟ يا إما أنت قاعد مش واخد بالك وأنا بشرح، يا إما مشغول في حاجة، يا إما ما حضرتش أصلا. والدورة السابقة إحنا كنا بنسجل الحصص، على فكرة كنا بنسجل لكم الحصص للدورة السابقة، وكنا بنسجلها رغم ان الدورة السابقة كانت ممتازة جدا وكانوا بيحضروا، بس البعض كان متخيل ان ايه، خلاص ابعت لي الحصة. فقررت إدارة القناة مفيش تسجيل لأي دورة خالص، اللي يحضر يحضر بنفسه عشان يفهم أكتر. انما اللي عمل اخطاء ده، بعد احنا ما شرحنا الموضوع مره واثنين وثلاث وقلنا مين اللي مش فاهم، مين اللي مش عارف، ومحدش يتكلم، يبقى هو اصلا ما حضرش الحصه، وكده ما ينفعش. مين قلت لي اسماء مين؟ تمام؟ اخذنا الكلمات بحركه الفتح مع الكسر وحروف زائده، والحروف الايه الزائده. اكتب بقى في كراستك كده جميع الحروف اللي هنكتبها دي، وحط عليها حركه الضم، وحركه الضم اهي علامه واو صغيره. انا هعمل لك الواو الكبيره عشان تبقى عارف شكل الواو، يكون نسيت الواو كمان. علامه واو صغيره فوق الحرف، كله يكتب بقى كده في صفحة لوحدها، لأن أنا همليك تاني إملاء حالا دلوقتي. عارفين الحروف ولا مش عارفينها؟ أمليها لكم. ابدأ على بركة الله. ألف على همزة من فوق، حط عليها الضم، أي حرف بقول لك عليه تحط عليه الضم. ايه 205 ده شغال؟ ايه ده 205 ده؟ استنى ما يجيب المايك بتاعه. ألف باء، اكتب ورايا على طول، ما تقولش أنا نسيت وسبت حرف. تاء، ثاء، ثاء اللي على ثلاث نقط اللي ثوية. شرحنا على فكرة، أنا زعلان جدا جدا، الإملاء دي زعلتني جدا جدا. جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زي،
سين شين. بس مش هتقرأ بالقراءة دي. ألف باء تاء ساء دي اسمها حروف مجردة. حروف مجردة يعني إيه مجردة؟ يعني بدون حركات. فعشان كده إيه؟ عشان لسه أنا هقرأها لك بالضم. فأنا بقرأها لك وهي مجردة، بس بحط لك عليها الضم عشان بعد كده تعرف تقرأها. صاد ضاد طاء ظاء عين غين كله فوق منه ضم. فاء قاف كاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء اكتب لو اكتب ال 28 حرف دول هسيبك دقيقتين اتنين بالظبط وانا معاك وبعد كده نقرأ. صبري ايه هذا البرنامج؟ لسه بتكتب خلص. اللي فتح الكاميرا ده اسمه ايه؟ اللي هو كاتب في البرنامج بتاعه 205 ولا 2005 اسمه ايه؟ يفتح المايك ويسمعني اسمه، يضغط ضغط على المايك عشان المايك يفتح معاه. ايوه ده هو اللي اقرأ بقى من على السبورة. مفيش ألف عليها ضمة، ما بقتش اسمها ألف، اسمها أو. أو زي كلمة أسامة. أو بو. اقرأ ورايا ما تسمعنيش وتسكت. بو سمع نفسك بصوت عالي. تو تو ثو ثو جو جو حو حو خو خو دو دو ذو ذو رو رو زو زو سو
سو شو شو صو صو دو دو تو تو ذو ذو عو عو غو غو فو فو قو 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 لو لو مو مو نو نو هو هو وو وو يو يو كده الحروف مضمومة. اقرأ لي بحركة الضم بقى مع نفسك كده، هديك دقيقة واحدة تقرأ مع نفسك انت حروف او بو تو ثو جو، يلا حالا مع نفسك، كل واحد مع نفسه. ورقم 2005 ده ان ما قالش هو مين انا هحذفه حالا دلوقتي. ما ممكن تكون صغيرة. حسام حسن داش، مين؟ مساء الخير. مين معاي؟ حسام حسن داش. حسام حسن؟ حسام. طيب ماشي. أول حصة. مساء الخير الأول. مساء النور. كفى؟ مين اللي مشغل الكاميرا دي؟ مش عارف مين بصراحة. مين الايفون دي؟ واحدة صفر كده. يمكن يا أم رضيع مين؟ صبري. هي دخلت معانا دلوقتي؟ يمكن حتبقى. يا أستاذة صابرين اللي معانا؟ الأستاذة صابرين اللي معانا؟ اضغطي على المايك عشان تشغليه. مش عارفة تضغط على المايك. ما أصل كاتبة أيفون. سمعني يا أستاذ. تمام يا أستاذة صابرين، تمام. يلا اتكلنا على الله. خلاص خليكي بقى معانا الحصه دي كده، ها، وعرفتي انت النظام ماشي ازاي، وبعد كده ناخد الدرس الخاص بايه مع بعض، بس خليكي معانا خلاص بقى الدوره النهارده كده. ماشي ان شاء الله. ماشي. اخذنا في الحلقه السابقه يا حبايبي كلمات بها حركه الفتح والكسر. اليوم هناخد نفس الكلمات، فتح كسر ضم. يعني كلمة ايه؟ أول كلمة أخذناها كلمة شارب. لما تعلمنا ازاي نقرأ الحرف المكسور، خلينا كلمة شارب الحرف اللي في النص هو المكسور، شاري ب. اليوم بقى النهاردة إن شاء الله خدنا حركة الضم في الحروف، يبقى الحرف الأول مضموم والثاني مكسور والثالث مفتوح. ماليش دعوة بالحرف الزائد بقى. يبقى شو ري با، 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 شو ري با. نكتب كلمة كده، كلمة اللي بعدها اكتب، كله يكتب لي كلمة شوربة، لازم تحط عليها الحركات، وبعد كده اعرفك ازاي تكتب بدون حركات وتقرأ برضه على الحركات. دي التغريد دول اسمها ايه؟ اسمها ايه؟
شورب هذا الشيء. على هضم شيل عظم ايه؟ شو ري شو مش شيل مادة ايدها ازاي؟ ليه مادة ايدها؟ لان لسه اصلا دي اول حرف في الكلمة، يعني في حروف جاية كمان، يبقى لازم تمد ايديها. امال ايه اللي ما بيمدش ايده اصلا خالص؟ الحروف الستة دول لو جم مالهمش ايد تاني، مفيش ايد تانية ليهم. شو ري الراء، هل الراء لها ايد؟ لا ملهاش ايد، شفت؟ ملهاش ايد خالص، ملهاش ايد هاي. شو ري الراء مكسورة. شوري با الباء مفتوحة. هقرأ ازاي؟ اسف، هقرأ ازاي؟ هقول شرب، لا يبقى غلط، قرأت غلط. شرب خطأ برضو، ما تدخلش في الكلمة كده، انت مش داخل بلودر تهد في حيطة، اهدى، تنظر للكلمة الأول وتشوف الحركة اللي عليه. الحرف ده عليه ايه؟ حركة ايه؟ ضم. هقرأه ازاي مضموم؟ هو كده، دي القراءة صحيحة. مش خش شرب، اهدى شوية، اهدى على نفسك عشان تبقى كويس. يبقى شو ري، وكمل تاني، لان في ناس على ما بتقرا الكلمه تكون نسيت ترتيب الحرفين الاثنين دول. فاعمل ايه؟ هقرا الحرفين الاثنين، شو انا بعيد لك بقى من الاول اهو. هقرا الحرفين الاثنين اعاد، شو ري شو ري شو ري شو ري شو ري شو ري با شو ري با شوري با شوري با شوري با. هاخد كمان كلمة، هنقراها دي ازاي؟ عمي لا عمي لا عمله عمله ازاي؟ انت لسه قايل عمي لا، هو انت تقراها حروف مظبوطه ولما تيجي تجمعها تغير الحركات بتاعتها؟ ما ينفعش. عمي لا عمي لا عمي لا. طيب نقول كمان كلمة، كلمة جميلة ايه؟ نجح نجح. البعض عمل لي الحق كده، عمل لي كده على فتحة ولا مش عارف ايه، ما شاء الله. خطأ، ليه خطأ؟ ليه خطأ؟ لأن الحق دي يا حبيب قلبي طالما حرف 50 مليون مرة بنقول وبنعيد تاني، طالما حرف مادة إيده كده يعني مفروض على السطر، يبقى لازم في حرف هيمسك فيه. طب لو مش مفروض على السطر هعدل له إيديا يا باشا، هعدلها له إزاي؟ أهي هعدلها له كده أهو. تخيل بقى وأنت عوجها كده وأنت عاملها غلط، هعملها لك أنا بقى صح أهي. اي رغم ان شكلها وحش جدا، بس انا بصحح لك خطأ انا شفته وانا زعلان. عشان كده لازم تحضر الحصة، لازم.
مش هسجل لك حصة ومش هبعت لك حصة، ولازم تحضر الحصة. ادي النون وادي الجيم، وقلنا من قبل حرف العين والغين والجيم والحاء والخاء 5 أحرف. إذا جاء أي حرف من 5 في نهاية الكلمة يرفع الحرف اللي قبلها. شوف الحرف اللي قبلها إيه؟ حرف الجيم أهو، ماليش دعوة ده حرف إيه؟ أي حرف نرفعه سنة كده. ليه؟ لأن الجيم والحاء والخاء والعين والغين ما ينفعش يبقوا قاعدين على السطر كده، ما ينفعش، ده دماغهم فوق ورقبتهم هي اللي على السطر، دماغهم فوق اهو، ده راس الجيم او الحاء او الخاء، او لو عملت العين تبقى بالشكل ده مثلا، دماغها فوق، ادي الدماغ، الراس، وادي الرقبه. لازم يبقوا فوق السطر كده، والقاعده بتاعتهم تحت السطر. يبقى انت مش بتتعلم قراءة وكتابة، ولاقي خطك ما شاء الله فيه خطوط بصراحة في منتهى الجمال حقيقة، في خطوط جميلة جدا جدا جدا، وفي خطوط مش عجباني. حسن خطك. انا بعلمك، انا الفضل لله اولا واخيرا، انا الوحيد اللي في على اليوتيوب متميز بحاجة واحدة فقط. ممكن تكون كل مدرسين اللغة العربية على اليوتيوب أفضل مني بمراحل، إلا إن أنا متميز في حالة واحدة بس، إن أنا خطاط، فبعلمك إزاي تكتب الحرف بشكل جميل وصح. فياريت تستغل الفرصة دي. الكلمات اللي إحنا أخذناها في الحلقة السابقة بالكامل تكتب مرة أخرى بدون الحرف الزائد، بدون الحرف الزائد تكتب مرة أخرى مع تغيير الحركات، الحرف الأول مضموم، الثاني مكسور، الثالث مفتوح. تمام؟ رجاء رجاء، الموعد بتوقيت القاهرة أو بتوقيت مصر 10 مساء، يبقى المفروض 10 مساء ألاقي المجموعة كلها مكتملة. خلاف ذلك مش عايزين يعني إيه يعني نزعلكم، مش عايزين نقول بعد 5 دقايق اللي هيجي هحذفه من الحلقة، ما ينفعش. فخليك ملتزم عشان تستفيد اكتر، والفرصه تبقى قدامك كبيره وما تضيعهاش. بقي من الوقت 3 دقائق، اي واحد عايز يسال اي سؤال يتفضل، اي سؤال في داخل الدرس. طب حد عنده مشكله؟ السلام عليكم. واش تمثالي نتفليكس بنا ديك المرة دابا نقلبو نديرو الضمباية الأولى ونفتحها ونكسرها. علي صوتك يا استاذه فاطمه شويه. واش الكلمات اللي كنا كاتبين ديك المرة نديرو عليهم الضمة؟ ايوه نفس الكلمات، هتبقى الحرف الاول مضموم، الثاني مكسور، الثالث مفتوح. شرب، عمل، لبس، رزق، فهم. صافي يا أستاذ، إن شاء الله تمام. إن شاء الله. حد عنده أي سؤال، أي مشكلة، أي تعليق؟ حرف أي الكاف حاجة قول يا أستاذ محمد. حرف الكاف ماله؟ بعد إذنك انطقه تاني بالضم.
كوب رقيق. كوب. طب والقاف؟ وقاف قو من هنا. الحرف الغليظ يقرأ من هنا. الحرف الغليظ ركز. الصاء والضاء والطاء والظاء والقاف. خمس أحرف. صاء أهو. صاء أهي. صاء. اضغط على الحنجرة بسيط كده بإيدك. أنت بتقرأ الحرف صاء ضاء طاء ظاء قاء عشان تعود نفسك الحرف شكله إيه أو صوته شكله إيه. ها مين تاني عايز يسأل أي سؤال؟ السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة أسماء. أنا ما حضرت الأسبوع اللي فات عشان كان عندنا ظرف مع الزلزال وكده، لهذا أنا ما عرفت إيش صار، عشان كده أنا دوبي ده بعد عن بدأ معاكم إن شاء الله. دي عكست لأي حاجة. ارسلي لي اي حاجه على الواتس بس عشان ابقى عارف. إن شاء الله، بس الحصة اللي فاتت بس هي اللي ما حضرت لها. الحصه اللي فاتت انا هبعت لك الكلمات فقط يا استاذه إن شفوي، شاء الله. انت هتكتبيها لي املاء. جزاك الله كل خير تبعتي لي أستاذ، على شكرا. الواتس. تمام حاضر إن تحت. شاء الله إن شاء الله، شكرا. انا ايضا استاذ بعد اذن حضرتك. اتفضل. قول يا استاذ سؤالك اتفضل. أنا برضو ما قدرتش أحضر الحصة اللي فاتت، حسام ابعت لي يا حسام على الواتس اللي وانا ابعت لك الكلمات شفوي مش هكتبها لك. حصل اللي فاتت انا ما حضرتهاش، المفروض ان البرنامج يعني حسام. اوكي نو بروبلم. نعم اوكي تمام، ما فيش مشكلة. تمام. ها حد تاني عايز يسأل اي سؤال يا جماعة؟ ها طب وانا استاذ ها هكتب زيهم ولا لا؟ انا اول حصة لا يا استاذه لا 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 احنا هنتعامل مع بعض احنا تاني، دي حاجه تانيه خالص. احنا دخلناكي بس النهارده كده معانا عشان تعرفي تشغلي البرنامج وخلاص. يعني ما تملش زي لا لا خالص خالص لا 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 احنا هنتعامل مع بعض تاني خالص، حاجه تانيه خالص. سامحوني. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.